وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 76 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة. تم ضبط أكثر من 43 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 18 طن. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 631 قضية، من بينها 186 قضية خبز ناقص الوزن و 171 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 87 طن أقماح محلية.